الدكتور محمد القناوي شرفنا دلوقتي على التليفون وهو رئيس جامعة المنصورة. أسعدت مساء يا دكتور محمد. خير استاذ محمد، أهلا بسعادتك. دكتور محمد، احنا التقطنا من مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره انه البعض بعض طلاب جامعة المنصورة يتحدثون عن ان الجامعة تطلب من طلابها التوقيع على اقرار بانهم اطلعوا على قانون تنظيم الجامعات، هل هذا صحيح يا سيدي؟ لا، هو ليس صحيحا كلية، ولكن احنا في توقيع ان اي واحد هيخالف اي حاجة من الحاجات الخارجة عن القانون والتي تضر به الامن القومي المصري او للامن القومي للجامعه، يعني اي تخريب هيحصل يبقى عارف انه هيتعاقب، عشان ما يقولكش ما حدش قال لي. طب يا دكتور، ما هو هذا معلوم من الدين بالضروره يا دكتور. ايوه يا فندم، ماشي. عشان برضو حد يقول لك ما حدش قال لي، يعني ازاي ما حدش قال لي؟ ما هو يعني هو يكسر المدرجات وبعدين يقول لك اصل ما حدش قال لي ان تكسير المدرجات ده عيب مشكله. ممكن ده يحصل. احنا بص يا استاذ محمد، احنا مع الطلبه وقلبا وقالبا وفي ظهرهم وكل حاجه، انما من يرتكب اي مخالفه تضر بالبلد مش ممكن هنكون حلوين معاه ولطاف ابدا. يعني انت ما بتطلبش من طلبة سعادتك ان هم يطلعوا على هذا القانون، قانون تنظيم الجامعات؟ لا لا لا، ما هو كلام طبعا مرسل قوي، يعني عشان يقعد يقرا كتاب قانون تنظيم الجامعات ده يبقى احنا بنضحك على بعض. احنا بنتكلم على ان قانون تنظيم الجامعات بيقول، اللي هو النص البند اللي يهمنا، لمن يقوم باي اعمال تخريب او عنف في المدينه الجامعيه فيحرم منها ويعاقب ان هو ما يخشهاش تاني. وانا اعتقد ده ايه العقوبات التي تنص عليها اللوائح وهذا القانون تبدا من ايه وتنتهي لغايه فين يا دكتور؟ بالنسبة للمدينة الجامعية، بالنسبة للمدينة الجامعية وللطلاب المنتظمين، يعني افرض كده كل العقوبات بتبدأ من أول التنبيه واللوم والفصل لمدة أسبوعين والفصل لمدة فصل دراسي والفصل كلية. المدينة الفصل كلية ده بيحصل إزاي سعادتك؟ لما الطالب يعمل إيه؟ لما الطالب يعمل أي عمل يخالف الجامعة. يعني طالب أنت عمل حاجة، واحد داخل بمولوتوف للجامعه بدل ما يخش بالكشكول والقلم بتاعه، طب ده هعمل معاه ايه يعني؟ معلش يعني مش هينفع يعني. مين جهه الضبط في جامعه المنصوره سعادتك؟ لا، هو جهه الضبط هو الامن الاداري، الامن الاداري اللي موجود، وفي امن شركه امن خاص دلوقتي واقفه ماسكه الجامعه من النهارده اول يوم لها. نتمنى ان شاء الله، انا لما يعني ما بتكلمش على الملف الامني قوي لان انا حاسس انه واخد زياده عن حقه، وانا عندي نقط كتير عايز اتكلم عليها. مش كل انا بعترض ان احنا دايما كاعلام نركز على الملف، هو الملف مهم. تاهت والاناها يا دكتور، تاهت والاناها. أيوة. اتفضل. أيوة. اتفضل سعادتك، قدامك دقيقتين ثلاثه كده، ارجوك قول اللي انت عايزه، اتفضل. يعني بقول ان انا عندي طلبه ثانيه، زي ما الطلبه اللي موجوده اللي بتعمل كل الطلبه اولادنا في الجامعه، ما عندناش اي عنف ولا اي اجندات قمعيه لاولادنا اطلاقا، ولكن بنقولهم احنا هنا جايين نخدمكم. أيوة. جايين نخدمكم، فبالتالي المطلوب منكم، انا مش عايز منك حاجه، عايز تعبر عن رايك عبر بشكل محترم وراقي، نعمل لك محاضره، نعمل تصنيف سياسي، انما نخرب في جامعتنا ونصدر صوره للخارج ان احنا شويه كل اللي بيوصل بره، شويه طلبه ملتمين بيجروا ورا بعض، يحدفوا حجيره على بعض. أي. يولعوا كويت. انا رافض ان صوره الطالب المصري تصدر بره بهذا الشكل. صحيح. نكتب الفاظ بذيئه في الجامعه اللي احنا بنتخرج منها، عايزين نسيب حاجه لاولادنا، عايزين نسيب حاجه لبلدنا، عايزين نسيب حاجه لمصر. في نقط مضيئة بقى اللي انا بتكلم عليها. اتفضل سعادتك، اتفضل يا دكتور. انا عندي طلبة متفوقين جدا في جامعة المنصورة، حققوا طلبة مش دكاترة كبار، حققوا ابحاث عالمية واخدوا جوائز عالمية. تخصصهم ايه يا دكتور؟ نعم، تخصصهم ايه النابهين دول؟ لا، عندي اكتر من 70 طالب في من كلية طب وطب اسنان وصيدلة وعلوم. يمكن في الدكتور محمد صبحي عامل مركز للابحاث العلميه، ماشيين اكتر من طلبه، ماشيين اكتر من دول اللي انا محتاج اهتم بيهم. محتاج اسلط عليهم الاضاءه واقعد معاهم واقول للناس دي عملي. في حاجات، عندي طلبه في كليه هندسه دلوقتي بتشتغل على مشروع ان احنا ننور الجامعه ازاي بالطاقه الشمسيه. يعني عمالين شغالين في حاجات ديت، انا محتاج ان انا ما احطش الهاجس الامني طول الوقت قدامي. هو كلام مظبوط وكلام وهتم بيه، بس مش هو ده الاساس. الله يكرمك يا دكتور محمد، انت متصورش سعادتك الكلام ده يسعدني قد ايه اللي حضرتك تفضلت بيه ده. احنا بنعول عليك يا دكتور قناوي ان انت تحتضن المواهب دي، ده دول هم نسمه الحياه يعني اللي بنترجاه من الدنيا. والله العظيم محمد، دول انا مع الطلبه كلهم، هم يعلموا كده كذلك،
ان هم كلهم ولادي وانا بحبهم ما بيحبوني ولكن بقول لهم على قدر حبي لكم وفي جنبكم لو حد ليه اي مشكله انا جنبه وفي ظهره، بس اللي هيعمل اللي هيحط اسبري على جدار انا مش هسيبه. الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك. احنا متشكرين جدا لسعادتك يا دكتور، وعام دراسي مثمر ان شاء الله لك ولكل طلاب مصر واساتذه اعضاء الاكاديميه المصريه كده، ان شاء الله يكون عام ننعتق فيه من التخلف والجهل اللي احنا يعني حاجه مؤلمه. يا دكتور قناوي متشكر جدا لسعاده الدكتور محمد القناوي رئيس جامعه المنصوره. الحقيقه لما الواحد يشوف ترتيب الجامعات المصريه كده في القوائم اهم جامعات في العالم، ويشوف كده اول 500 جامعه مصري 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 مصري، يا لهوي ده مفيش. طب نشوف ترتيب شنغهاي، ده مفيش. طب نشوف ترتيب مش عارف الامريكي، مفيش. حاجه محزنه خالص خالص. فزي ما قال الدكتور قناوي كده، ها ننعتق من جهلنا وتخلفنا باننا نتعلم، نروح نتعلم مش نروح نهتف. هتروح تهتف وكسر هيفصلوك، هيفصلوك. واضحه خالص الحكايه.